عادت مجموعة مكونة من عشرات الأشخاص إلى الشرعية الوطنية قادمة من دولة ليبيا. نستمع إلى السيد محمد حامد علي المستشار بهذه المجموعة يحدثنا عن أسباب العودة. نتابع. مشينا ده عشان ندور خدمة، بس مشينا ومشينا خدمة، وخدمة ده ليبيا ده حرب جاي، خدمة ما في. ليبيا شالونا ضصونا بيناتهم، هم يدوسوا دسونا سوونا مثل مرتزقة، وندوس كي ورا دا سياسيين وادين تشادين جو قالوا تعالوا ضموا معنا أننا نسوي روبليو تشادين. مشينا بكانوا شفنا كي دا هم مزات الخدمة حقهم زي ما هناك، دا بس مرتزقة، بس هم كلها يدوروا يتشاكمونا تامن حقنا، يدوروا يدسوا في جاب حقهم، يعني شغلهم بعد تسب رسمي ده يدرو يسو يسونا مرتزقة زي ما هناك، ده خدمة حقهم ده، يعني ترسفك أنا أرمى ربليون ده شف راكو اللي دورا يسير ربليون ده وسما ياتو وسما مادي هو مادي ده لماكو يدور يسير ماكو ثورة ربليون في هناك ده يتوغي بانتلو لباس دول سيارة دول بندق دول هو يلقى من وين؟ ما كان يلقى ده والله أنا أسكري ما نعرفه يمشي، لكن يمشي يلقى ما ليبين وادين كي يمشي يلقى سيارة سيارتين وأرمى شوية وزخيرة كلها كذلك يجيبها شوب شوب كي حتى تمين حقهم كله يجيبهم شوب شوب كي يجيبها في تريد أنا نشيفة، لكن في ليبيا ده يلقى يجيبها من برا خارج في ليبيا داخل هذا ما نعرفه أنا، لكن قال يجيبه في التيري انا نشوفه. شفنا كده خدمه حقهم ده، خدمه حقهم بانديت اسم رسمي، يعني يدوروا يسونا في رفنا ده كوميرس، قاعدين يسووا ترانسفكا انا ناس وانا ارمى وانا دروك كل قاعد يسونا نشوفه ده خلاص عندهم علاقه مع ناس، انا توريزم ذاته عندهم علاقه معهم، يعني عشان ده بس عنينا خفنا ده ما يفا، يعني ناس ليبيا ذات الناس سيادهم طلفوا ده، بعدين يدوروا يسووا لنا ليبيا تشات كل ذي يسووا ليبيا ده، عشان ده بس هنشوف هنا ده ما يفجينا عشان السلام ده. حصل الناس وادين ده حصل جاي يسوونا اللي يعني احنا بس حصل التليفون ده بس جاء 10 اتصالات اليوم من غادي، ناس وادين ده يسوونا في راسنا ده ضايع يسوم، عشان شنو ضايع يسوم ده؟ يا الدقاق ده يصدقوا الكلام ده ويربط الرسم ويقعد قاعد عشان ده بس ضايع يسوي ده شنو يوسف كل ده مشى ده حصل حاليا ما كنت سيدة في دانا قاعدين، يعني دانا وين دانا دخل حصل حاليا ما قاعدين عافية، يعني عندنا جينا ده عافية والسلام الحمد لله مرتاحين، نادم رشانا بألمي كل ما في عندنا قاعدين بيحر يعقنا هم كل اللي اسمه كلام ده اللي يجوا عندنا كلنا نهلقوا ان شاء الله، كان يلا نهلقوا وعافية والسلام زي عندنا ده حكومة كلها يخطى ان شاء الله. كما تحدث السيد يوسف كلوتو هو الآخر عن الأسباب التي دفعته للعودة للوطن. شو كم ما لقايدين نزو هناك ده ما ينفع ما رب اليوم شو ال يا تو تورسم دول كم ما دنا يا تو مرسنير أنا ليبين دول لا كان شفت أنا شفت كم ما ينفع قلت له شو لا آخر نمشي ندل بلدنا والناس سالين مواطنين خلينا وطن نمشي والناس ورانا كل كيف ده، بس هم كل يجوا الناس قاعدين نلاقوها نلقوا بالتليفون تلقون بالتليفون شنو قاعد توريم شنو قاعد توريم انا دوانا قاعد اكو مجيد ده لاغاني بعيدين تني وفضلني ده هو اليوم ما ناقص لي شيء والفي وطن اناي والفي لاغوانا بعيدين تنين انا نوري لهم ده كلام ما نكن يسمر خليه يجوا في وطننا ليبين تلفوا بلادهم ويدوري تلف بلدنا ما ينبا الواحد يسمع كلام انا ده خليه وطننا نادلو بلد وطننا واليوم وطننا ما شاء الله افضل عند الوطنيه انسان كان كلام انا يسمع خليج برجال انا بلد ما ينبا ونشوف قتل اخوانك وانت تدمر نفسك ما ينبا نادل بلدنا عشان ده بس انا قبل جيت. بهذا الخبر أعزائي المشاهدين نصل إلى نهاية النشرة، نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء، تصبحون على ألف خير.